عليكم حسام يا بوقي، اخبارك؟ ان شاء الله طيب. وتحياتي كمان للوالدة، وتحياتنا كمان لصديقك كعبو، وتحية خاصة لجريدة الوطن اللي خلونا نحن نتابع، يعني اتابع القصة او التنمر الحاصل يعني عليك. وبشكرك على ردك الجميل في الصفحة، ودعوتنا لك كانت للولايات المتحدة الأمريكية وانت يعني رفضت الدعوة، فبنتمنى لك ان احنا كل خير ان شاء الله، ونتمنى ان رب العالمين يعني يحفظك، ونتمنى ان رب العالمين يسعدك ويبعد عنك كل الاشياء اللي بتضايقك، ولا تهتم انت للاشياء اللي بيقولوها عنك الناس او فاك. التنمر ده ما راح يخلص ولا راح ينتهي، فالتنمر موجود. فانا دايما انا حبيت انه يعني اكون معاك واعمل لك يعني دعم وسبورت، عشان انا من الناس برضو اللي تعرضت للتنمر، وبرضو من الفيديو ده برضو حيكون في تنمر وحيكون في كلام كتير، فنحن برضو يعني انا برضو من الحته دي برضو ان شاء الله بدعيك تاني كمان انت والوالده ان شاء الله للعمره، فدي ارزاق، فرب العالمين بيكتب لك رزقك من حيث لا تحتسب يعني، فما بتعرف من وين يجيك الخير، ومن رب العالمين يسخره عشان يعمل لك الأشياء اللي انت ممكن يعني يفرحك حتى لو قليل. فتحياتي لك، وان شاء الله انت تقبل كمان الدعوة دي للمرة الثانية، والناس يعني اللي بتتكلم وبتكتب يعني كلام نيجاتيف، اتمنى انه يعني الناس تعدل من الاسلوب في الكلام او الاسلوب. ففي ناس كثيره بتقول يا اخي انت مدام مقتدر ما تمشي تعمل في السودان وتعمل. رب العالمين دائما بيسخر كل انسان لشخص معين وفي مكان معين حتى ولو في الصين، فهو يمكن هذا رزقه، فنتمنى من رب العالمين انه يصلح الحال ويسر امور كل الناس ان شاء الله. فتحياتنا لك، وان شاء الله موفق في العمره باذن الله، وحنتابع معك ودعواتنا، وتدعي لنا وادعي لاخواننا برضو المصريين اصدقائي، وادعو لاخوانك السودانيين برضو، وان شاء الله نحن شعب واحد، شعب وادي النيل يعني، فتربطنا علاقات قويه جدا، وتربطني علاقات حلوه جدا بلاعبين كبار بالقاهره، وتحياتي ايضا للنجم الكبير نجم الزمالك أمير عبد العزيز، والكابتن دمياط حربي سالم من الأصدقاء يعني المحببين والمقربين يعني إلي، وتحياتنا وإن شاء الله توفيق مع أنديتهم برضو، وأتمنى إن شاء الله يعني رب العالمين يجمعنا وياكم في القاهرة إن شاء الله قريبا، وأشكركم كثير، وما تتنمروا على حسام، حسام جميل وشاب لطيف، وإن شاء الله يعني ينتهي التنمر إن شاء الله عند حسام خلاص. تحياتي.